لكل من رزقه الله نجاحا وسار مشهورا ولديه متابعون ولديه معجبون، عليك أن تكون الشخص الناجح، النجاح الحقيقي. فهذا نجاح، يعتبر نجاح أن يكون للإنسان متابعون ومعجبون يتابعونه من هنا وهناك وجمهور، فهذا نجاح. لكن النجاح ينقسم إلى نوعين، نجاح حقيقي ونجاح مزيف. فاحذر أن يكون فيك النجاح المزيف، وهو كل نجاح دنيوي لا يؤدي بصاحبه إلى الفلاح الأخروي، هذا يعتبر نجاح مزيف. فمن رزقه الله شهرة ومتابعون على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فاستخدمها استخداما سيئا أو لأشياء تافهة لا تساهم في نهضة أمة ولا بناء مجتمع، بل قد تسهم في غير ذلك في النقيض، لا نريد أن نخوض في هذا الشيء. فهذا وإن حصل على تلك الشهرة والأموال هذا نجاح، يعتبر نجاح مزيف، لأنه في الحقيقة لا يوصلك إلى الجنة، لا يوصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، بل يوصلك إلى غضب الله وإلى مقت الله، نسأل الله السلامة. الشيء الثاني أو النجاح الحقيقي هو الذي يقودك إلى الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. فالإنسان عندما يرزقه الله قبولا وشهرة ومتابعون فيستخدمهم أو يستخدم هذه السمعة الطيبة أو الجمهور والمتابعين فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسهم في نشر الفضيلة ونشر الأخلاق أو تعليمهم أو دلهم على أمر ينفعهم في دينهم أو دنياهم، يعلمهم مهارات يكسبون بها معيشتهم، فهذا يعتبر نجاح، نجاح حقيقي، لأنه يقود بصاحبه إلى الفلاح الأخروي. فالعبرة أننا جميعا أصحاب ذنوب، لا نزكي أحدا، فالعصمة هي للأنبياء، لكن لا بد لك وإن كانت عندك ذنوب أن تسهم على الأقل في نصح الأمة وصناعة أجيال وتغيير أفكار إلى وعودة الناس إلى دينهم وإلى أخلاقهم ونفع أمتك. فيا كل مشهور ويا كل من لديك جمهور متابع، عليك أن تستغلهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تستغل هذه الشهرة وهذه السمعة التي رزقك الله سبحانه وتعالى فيما يرضي الله. فالرزق هو بيد الله، ورزقك سيأتيك، وكلنا أصحاب ذنوب، لا نقول أننا لسنا مذنبون، لا، لولا ستر الله علينا لما تقابلنا. ولكن وإن كانت لديك ذنوب وإن كانت لديك أخطاء، ساهم في نشر الخير والفضيلة. دمتم في رعاية الله، رحم الله كل من ساهم في نشر الخير والسنة بين هذه الأمة.